موجز إخباري لأهم المستجدات المحلية والعالمية يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إذا المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، مؤكدا حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في اتفاق حول سد النهضة، مشيرا إلى أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي لن يؤدي لحدوث تقدم ملحوظ. وأضاف أن مصر والسودان طلبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بالسيد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وممثل المبادرة الإفريقية النيل من أجل السلام. أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن مواصفات البابل شيت الخاصة بامتحانات الثانوية العامة يتم العمل عليها حاليا. وقال وزير التربية والتعليم أن هدف الامتحان التجريبي المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة يوم 21 من يونيو 2021 هو تدريب الطلاب على إجابة الامتحان بطريقة بابل شيت. وأضاف وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في التدريب على طريقة بابل شيت من الآن قبل الامتحان التجريبي فيمكن طباعة أي بابل شيت من الإنترنت للتدريب عليه إلى أن يبدأ الامتحان التجريبي. وإلى أخبار المعدن الأصفر، حيث ارتفعت أسعار الذهب عالمياً اليوم الجمعة بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد الخزانة الأمريكية. ومحلياً سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 926 جنيهاً، وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشاراً في مصر 810 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 694 جنيهاً للجرام. أعلنت حركة فتح الفلسطينية اليوم الجمعة أن وفد الحركة سيعود للقاهرة بعد يومين لبحث المصالحة بين الفصائل الفلسطينية. وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب إن وفد حركة فتح غادر العاصمة المصرية القاهرة متوجهاً إلى أرض الوطن وسيعود بعد يومين. وكان الجاغوب أكد أن وفدي حركتي فتح وحماس اجتمعا في العاصمة المصرية القاهرة أمس لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بالمصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني. وإلى أخبار الرياضة، حيث يخوض منتخب إيطاليا مواجهة صعبة ضد منتخب تركيا اليوم الجمعة على ملعب الأولمبيوكو في روما في افتتاح بطولة أمم أوروبا يورو 2020 والتي تقام في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة. ويتسلح منتخب إيطاليا بعامل الأرض لإسقاط منتخب تركيا وقطع أولى خطواته نحو التأهل إلى الدور المقبل من بطولة يورو 2020. بهذا الخبر الرياضي نختتم هذا الموجز، نشكركم على طيب المتابعة وحتى يتجدد اللقاء لكم منا كل التحية.